استاذنا اتفضل. هبدا يعني الكلام مع حضرتك. هو ليه الحاله الوطنيه اللي احنا عايشينها دي متسببه في وجيعه اهل الضلال كده؟ يعني اسمحي لي، انا قد لا التفت الى وجعتهم بقدر ما التفت الى اشياء اخرى. اول هذه الاشياء انه مسلسل الاختيار، ويعني وربما الى حد ما مسلسل النهايه، وفي التيمة دي رد اعتبار للدراما الوطنية المصرية. الدراما الوطنية ليست جديدة، ولسنا أول أمة يعني تعتمد على فكرة الدراما الوطنية في تخليد البطولات أو تأكيد الانتماء أو تفجير يعني حالات احتشاد وطني. لكن وفي تراثنا حتى القريب نسبياً كمسلسل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة وإلى آخره، بنرى صورا من هذه الدراما كانت قد غابت. أنا أظن أن مسلسل الاختيار أساسا عمل حالة رد اعتبار للدراما الوطنية المصرية من جهة، ورد اعتبار لأولوية الشعور الوطني المصري. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بهذه الأرض المقدسة، وطبعا يعني تقديسها إلهي، سينا إلى حد كبير في تاريخنا خلال العقود الأخيرة كلها كانت مركزا وممحطا للشعور الوطني. يعني سيناء هي البقعة الأكثر ثراء بالدم المصري، البقعة المصرية الأكثر ثراء بدي. يعني تقريبا كل متر كل سنة، وطبعا هذا أمر طبيعي مرتبط بالتكوين المصري تاريخيا. التكوين المصري تاريخيا حتى قبل تعريب مصر بالفتح الإسلامي، دائما ما أقول أن مصر تعربت بغرائز الأمن وغرائز الوجود قبل أن يتعرب لسان. يعني إيه؟ يعني لما تلاحظي ببساطة ودون إغراق في التفاصيل أنه من معارك رمسيس إلى معارك تحتمس إلى معارك قطز إلى معارك صلاح الدين الأيوبي إلى معارك محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا إلى معارك جمال عبد الناصر، سوف نلحظ أنه عين مصر المفتوحة على الشرق التي تمثلها سيناء كانت دائما مورد خطر ومركز بطولة، وانه احساس مصر بارتباطها، لان مصر كجسد موجود في افريقيا، بسيناء بعينها المفتوحه على الشرق شكلت جزءا جوهريا من تاريخ التكوين المصري. ففكره سيناء عامله قدر من ربط وعروه وثقى بين فكره الجغرافيا وفكره التاريخ في التكوين المصري. يعني قادش رمسيس ستجدينها دارت خارج التكوين المصري الجغرافي إلى الشرق، مجد تحتمس دارت إلى هذا الشرق، معارك قطز عين جالوت إلى الشرق، معارك حطين إلى الشرق، معارك حتى جمال عبد الناصر في أغلبها إلى الشرق، وطبعا معارك إبراهيم باشا التي كانت قد هددت الأستانة اللي هي دار الخلافة لولا أن تدخلت دول أوروبا وقتها لإنقاذ رجلها المريض ممثلا فيما كان يسمى بالخلافة العثمانية ضد جيش المصري. أول جيش مصري حديث تكون من المصريين، لكان للمنطقة وجها آخر. هنا هذا الارتباط بالتراكم خلق التكوين المصري، اللي هو التكوين الإيه؟ اللي هو التكوين تقريبا في عالمنا العربي مصر هي الدولة الوحيدة التي حين تستغرق في ذاتها، يعني في شؤونها الداخلية، تنفتح تلقائيا على وجودها القومي العربي. بعبارة أخرى، لو لم توجد القومية العربية فرضا لخلقتها الوطنية المصرية خلقا. لاحظ سلوك محمد علي باشا وهو لم يكن لا عربيا ولا مصريا ولا يوجد حرفا في اللغة العربية. لاحظ سلوك جمال عبد الناصر بعد 150 سنة، ستجد ما أسميه أنا قانون مصر، إنه كلما استردت مصر مصريتها كلما استردت عروبتها. من هنا معارك سيناء في هذا التلخيص بتلخص إلى حد مكثف جدا
الأرومة الأساسية، القاعدة الأساسية، الجذر الأساسي للوطنية المصرية، وارتباط مسلسل الاختيار بسيناء خلق من فوره هذا التفاعل التلقائي التراكمي لحضرتك ملايين أو عشرات الملايين.